بص يا ابن خالتي ما في حد فيكوا سد خانتي، كل اللي حاولوا يكبروها خليتوه مشار وسط فندي. ابن اقتل مع دول او دول، ابن معلم ايوه وريت. احنا بنجرب بقالنا سنين، جربنا كل انواع الفيديوز اللي ممكن تتجرب مع الجست ومع الفرق الاستعراضيه بتاعتنا، بس هو الفكره بتاعت عم صابر وعم علاء في فيديو معين جرب. ليه؟ لان احنا عملنا خلط او دمج بين ثقافتين، بين الراب او الشباب المراهقين او السنون صغير بالناس اللي سنها كبير اللي هم بالملامح المصريه بلبس صعيدي. فالموضوع كان ميكس غريب شويه، الناس في الاول كانوا مستغربينه بس بعد كده اتعودوا عليه. انا وعم صابر وعم علاء كلنا احنا عاملين حاجه بنتعب فيها وبنتعب قوي على ما نوصلها، بس في نفس الوقت مش الواو بالنسبه لنا، بس احنا متاكدين ان هي واو وحاجه جامده جدا بالنسبه لحد تاني. والله الفكره ابتدت من 3 4 سنين، احنا شغالين في نادي واحد هنا بقالنا 3 4 سنين. هم تعاوننا في كل الاشكال، عملنا كل انواع الفيديوز اللي ممكن تتعمل على مدار السنين اللي فاتت، بس مؤخرا انا ابتديت اتطور، انا دايما بطور من المحتوى اللي انا بقدمه او من الفكره اللي انا بعملها. عملنا معاهم فكره بالصدفه في وسط الافكار الكتيره اللي بنعملها مع الجست كل يوم، والفكره ترقعت. تاني يوم على طول عملنا فكره تانيه ترقعت وكسرت الدنيا اكتر منها، واللي بسببها اتشهروا. الموضوع ابتدى بانه احنا عايزين نخلي الاغاني الراب بتاعت الشباب المراهقين اصلا يغنيها السن اللي هو الكبير اللي هو الناس اللي سنها كبير، فكان الموضوع غريب في الاول. والله الفرقه بتاعتي فرقه فلكلور، فنون شعبيه، فن شعبي، يعني بنعمل الصعيدي، بنعمل النوبي، بنعمل اللي هو الفلكلور بتاع بلدنا، اللي هو الفلكلور بتاع مصر. اتجاهنا بقى للراب، اتجاه الراب دوت احنا يعني كانت فكره الاستاذ عرباوي قال لنا يا جماعه احنا عايزين نعمل حاجه مختلفه ونجدد من اللي احنا بنعمله، واتفقنا ان احنا نعمل حاجه مواكبه للعصر، يعني الفن بتاعنا نخليه مواكب للعصر بتاعنا. بس فالفكره جت من هنا وبدانا الحمد لله واشتغلنا على الفكره دي. بص يا ابن خالتي محدش فيكم سد خانتي، كل اللي حاولوا يكبروها حياتهم قصروا الصفاندي. والله هو بيحفظني الحاجه وبقعد واحده واحده بقولها. هو بيختار ولو حاجه جت صح بتضرب معانا. انا حبيت الموضوع والشهره حلوه، واللي احلى من الشهره العيال الصغيره اللي بتبعت له بتقول احنا متابعينك وبنحبك. السيدات احترمها، العيال الصغيره احترمها، انا بخلي العيال الصغيره تطبل، بفرح الناس بالطبله دي. انا موظف من سنه 92 وليا مرتب باخده وكده على طول يعني. محبه الناس ليا بره في الصور مخليني انا ترند، محبه الناس كلها في الصور مخليني انا اسعد انسان في الدنيا، وبركه ربنا انا برات العيال وربنا بيكرمني، وبركه دعاء الوالدين. اهم حاجه الصعايده والجلابيه الصعيدي، اهم حاجه التراث بتاعنا، تراث البلد ده.